قصة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة بأسوان وافية. نتحول إلى محافظة الوادي الجديد، حيث تواصل صوامع محافظة الوادي الجديد استلام محصول القمح من المزارعين الذين نجحوا في زراعة 436 ألف فدان بالمحصول هذا الموسم، ومن المتوقع أن يتم توريد ما يقرب من 1 مليون طن من أجود أصناف القمح خلال الموسم الحالي. تفاصيل أوفى من الوادي الجديد مع زميلين خالد عز الدين ومحمد حسين. 1 مليون طن من أجود أنواع القمح مستهدف توريدها وتسليمها إلى صوامع محافظة الوادي الجديد. 436 ألف فدان تم زراعتها بمحصول القمح هذا الموسم في قرى ومدن المحافظة، تسهيلات كبيرة تقدمها الدولة المصرية للمزارعين والموردين سواء كانوا أفراد أو شركات، بهدف تأمين الحفاظ على توريد واستلام محصول القمح وصرف المستحقات المالية للأفراد والشركات وللمزارعين. من منتصف شهر أبريل الحمد لله زرعنا السنة دي حوالي 436,505 فدان، طبعا بزيادة عن العام السابق حوالي 90,000 فدان. إن شاء الله متوقع إنتاجية تصل لأكثر من 1 مليون طن من القمح. الحمد لله حاليا حتى اليوم تم حصاد حوالي 175,000 فدان. إجمالي المحافظة ما تم توريده خارج أو داخل المحافظة حوالي 75,000 طن، وما زال إن شاء دوري هنا في الصومعة ان انا بفرز العينة او بفرز القمح عامة اللي بيبقى داخل، سواء عربيات ربع اللي هم الموردين الصغيرين او سواء الجرارات الكبيرة اللي بتكون جاية من بعيد، يعني مثلا الدخلة، غرب الموهوب، الفرافرة، ما قبل العوينات، كل ده بيجي هنا باخد منه العينة، بشوفها الاول، بدخلها معمل، بشوف الرطوبة بتاعتها، بشوف الشوايب، بيتبنى عليها بعد كده حاجة اسمها درجة التقريض اللي هي الدرجة اللي بياخد عليها المورد الفلوس بتاعته، سواء 23.5 او 23 او 22.5. طبعا المورد بعد ما بيخلص بديله كارتة او ورقة فيها الدرجة وممضي عليها من الهيئة القومية لسلامة الغذاء او من رئيس اللجنة بالتعاون مع عضو التموين، بيدخل بعد كده بيفضي، بيخلص بعد ما بيفضي بياخد كارتته التانية اللي هو هيستلم بيها الفلوس بتاعته او يستلم بها الشيك، سواء شيك من الصومعه او من البنك ان كان حساب في البنك. كورد قمح يوميا، كل يوم اجيب لي عربيه هنا في الصوامع وما فيش اي مشاكل، وبياخد المهندسين العينه وما اخدش اكتر من ربع ساعه هنا وبطلع، فالامور هنا مرتاحه معانا وسهلت الامور كتير الصوامع معانا. من الوادي الجديد خالد عز الدين ومحمد حسين لقناه طيبه.